رانا واقفين بين بولادنا في بقوتنا من اجل ان نقول ان الجزائر ملك للجزائريين اجمعين. ووقفتنا ايضا لنقول للعالم اننا نحن جزائريين ونفتخر بذلك، ونقول ايضا اننا لا نخون عهد الشهداء رحمهم الله. حيا الجزائر زغريتا. وأضيف أن وقفاتنا في العالم أجمع، سواء في أمريكا أو إيطاليا أو فرنسا أو إنجلترا أو في الجزائر أو في أوروبا بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة، نحن تجاوزنا مقولة العهد الخامسة. اليوم إسقاط النظام رفعت، اليوم رفعت المطالب وهي ليسمعني العالم. رانا ضد السراقين. المطالب وهي رانا ضد السراقين هنايا. تغيير النظام الجذري. الجذري. لتحيا الجزائر. لأن الجزائر أمنا. الجزائر تستحق أن نعطيها دماؤنا وقلوبنا وأولادنا وأزواجنا ومالنا لتحيا الجزائر. لتحيا الجزائر. لتحيا الجزائر. لتحيا الجزائر. تذكروا جيدا أيها المستمعون عبر العالم أننا شعب حي، شعب حي، شعب حي، لا نموت أبدا، وتاريخنا يشهد على ذلك. أكدوها الشهداء رحمهم الله. وليتذكر آل بوتفليقة نصور مع حبيبي أن الجزائر جمهورية وليست مملكة شعبية وليست مملكة، ليست مملكة خاصة يا بوتفليقة. مساج برك العقب لك ومن يساندك، حتى لا أستثني فرنسا. فرنسا الذي ذهب هولون وفالس ذهبوا إلى الجزائر ليقولون حرية التعبير حبيبي. ذهب ماكرون إلى الجزائر حيث قال أن بوتفليقة بصحة جيدة، كل ذلك لأجل مصالح خاصة، ونحن نقولها بأصوات عالية. بوتفليقة رجل ميت وسارق وفاسق، ولا يستحق أن يكون على رأس الدولة الجزائرية. ليس برب بوتفليقة حتى نؤمن به، لا نراه ولا نسمعه. فعليكم أن تدركوا جميعا أننا اليوم نطالب بتغيير النظام برمته، ولتحيا الجزائر. وأحيي الكلمة الأخرى. تحيا الجزائر. أيوا محمد تفضل. شوف باش نتكلم انا نشبعت، شبعت من الهضره. شبعونا مقرا. انا باش نقول لهم برك فاهم فورماسيون. اين فورماسيون مش بس فورمي. اين تتاس. اين يوزد با. اين
الطياره قد لك راحت هذيك تنلمبا ونبداوها بالدراهم فهد هبوسي تاع الجزائريين هذو الميساج الطياره اللي راحت هذيك ما راحتش باطل هكا ما عمرها بالدراهم انا كوار الصغير جيش كي ديمارات من الفريق شافوا depuis des années des années vous devez des véhicules plein de des criminels des affaires t'as les bons qui doivent mal à tout mal à je suis une algérienne depuis 41 ans en France elle a dit lui ماشي رانا كونتخ لو بريزيدون نطلبوا له الشفاء العاجل بصح حنا ما بغيناش لي سانكيام موندا ما بغيناش سانكيام موندا في الجزائري بغينا الجزائر تاعنا لا جونيس سيرجي لافالين دوكا كاع كبروا كاين اللي فيهم مات كاين اللي فيهم طاحي بصح ما بغيناش دوكا شوابين يدير كرسي بغينا واحد جون بارمي توت لي جون الجيريان كي سون ديبلومات بور دون لو موند انتيي وجينا هنايا باش نقولوا للناس بلي رانا واقفين مع بني عمنا تاع اللي راه في الجزائر رانا واقفين معاهم رانا نساندوهم رانا على الحراكه هذوك نشوف هذوك اللي راهم يحرقوا في الاخر احنا اون فو تو كو سوا لاجيري دو بو اي مودرن اون فو لاجيري مودرن ديجا لي مودرن C'est un pays riche. Oui, c'est un pays riche, bien sûr. C'est une jeune gouvernée par des vieux. Par des voleurs. Par des voleurs. Par des voleurs. Il faut le dire, par des voleurs. Vous en voulez plus vivant. Mais c'est comme je suis à Zahir. Il faut le reconnaître quand même, Yachar. Mais ça, on est là. On est là, 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 on est là. ماشي كل ماشي حنا واحد نجي كافين نعايروا فيها شو ما عليك حنا رانا هنا نقولوا ان شاء الله يا السراقين جيتوا البلاد 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 au peuple algérien qui ne sont pas tout seuls. Que la diaspora algérienne dans tous les pays du monde, ils les soutiennent, mais à fond. Ils les soutiennent et quoi qu'il arrive. Et Allah al-Adim, j'ai chaud au cœur. J'attendais pas à ça, honnêtement, comme des millions d'Algériens. Je suis très content. Maintenant, Allah al-Adim, c'est un juste milieu. Avec une grande émotion. Je dis que j'espère, Inch'Allah, que Rabbi Tawoulé Amri, Inch'Allah, que je vous l'ai dit libre, comme là. Inch'Allah, Ya Rabbi. Merci. Choukran. Koul Ahras. Aïna Makan. Wallah al-Adim Sine. Voilà, c'est. Les nouveaux grains, Inch'Allah, Hadou, qui vont construire le pays. On ne peut pas construire un pays avec des gens qui n'ont rien à faire, qui n'aiment pas leur sien. Voilà, c'est comme des vautours, voilà, qui volent sur des charognes. On ne veut pas de ça. Voilà. Hey, good, Watani, 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 سلمية 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 سلمية
ايوا صالح تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم مع الجاليه الجزائريه في كل العالم بصير. لا نقول في تاعنا هو مش الشعب الجزائري التحدى ولا لا هذا الشيء هذا اللي حابينه الاتحاد هو الاول. الجزائري يعرف خو الجزائري خاطر انا فرقين بزاف على بعض فرقين حتى درك شفتها كان بزاف لا بصح ما جاوش مساكين واحد خايف واحد داهش واحد خايف واحد داهش واحد بس عجيب العقل ان شاء الله فاهم. وحنا ما داش اخويا ضد البلاد حنا ضد النظام هذوما ضد العصابه هذيا السبيطار الوبيتال ما داروش يعني حتى نعمرهم لها ماما الوبيتال مساكن الناس شفتها واحد سي دي زونفون مساكن ودرجيليا مرت بكلابها مرت اكثر منه هو ما جاوش مساكن ما يخليهمش حتى يجيو لهنا يداويو شبيب الجزائري يشوف كل الله يبارك عنده كل عنده هذه باقاش في الراس ما يخليهمش الشياب هذوما الشيخوخ هذيا واحد يدير روحهم واحد يدير ولاد ولادهم وزيها وكاين واحد وزارة المجاهدين وولاد المجاهدين الله يحفظ احفاد المجاهدين بركات ابن عمي بركات يزيدوا رانا دروك فاهم في جيل الله يبارك جيل الشباب جيل الله يبارك كله يمشي كله يمشي على طريقة أوروبية هما ماشي من نفسهم فاهم من نفسهم شيكوات فاهم لا وش اللي سنه ده بسرقة وتحريك وحقرة وتتروى لا وش يبنى هنا بلاد الله يبارك كمل خدمة الجزائر جزائري فرقة يا ناس الجزائر جزائري فرقة كمل خدمة نخدموا هنا ونزيدوا خدموا معنا المغرب العربي كامل ونخدموا معنا شعب تاع الصين كامل ما يكفيش عندنا صوار عندنا مورانيوم عندنا ذهب عندنا جزائر غنية حتى السياحة وحدها سياحة وحدها يعني ما البترول هذا بالمسوح شي فاهم خليوها بار وحده البترول سياحة وحدها جزائر وبنت ولاية هو مخك يحبسك فاهم تقاليد في الكلام في الهدرة في الماكلة يا خويا الدوخ والله الدوخ وين تمشي للصحراء يا هو كنت تهبط للصحراء ما تفهم والو والله ما تفهم والو قاطر ريق الدكة قاطر الدائرة في الجزائر مش حتى يعني وحدة ولاية الدائرة في الجزائر شو ولاد الأولى في العالم محمد ولاد وحدة تستعمرها وعد الله يبارك وعندنا قارة الجزائر مش ولاية قارة الجزائر اختصر صح الجزائر خير أودي وكاين بعد يا خويا هو سحب لالي يا جماعة صلاة مسجد فاهم سم مليار محمد ورايح 5 ملايين في مسجد وصليوا حتى لبرا صليوا خمس ملايين صح المساجد ملاح مش هم بس عم العمي كان شغله ابني وبيها حوايج ملاح شبيب مساكن شوف شبيب خلاص طريق اللي مش عندهم اتبل العولة هلي اصبر شوية خلي الدالة سيدي جماعة الجيش اللي راه واقف مع الشعب ونقول له جيش والشعب وجيش خوا هذه اللي بغيت نقولها خوا سلميه ان شاء الله بغيت نحييهم باسكو راهم سلميين وموقفين معنا شي حاجه تصرا هما الاولى سيتو الحاجه الاولى هما
بغيت نحييهم منا وندير لهم شعار تاع جيش الشعب خوا خوا معايا خوتي ونقولوا لهم كاع جيش الشعب خوا خوا 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 وراها وسمور ايوا الصالح يا عمي الصالح كاش واحد يحب يقول كلمه ام خاوتكم يتبع فيكم الجزائر ما صاير قال الشعب ان شاء الله يسقط النظام ان شاء الله كيف واحد ما كاينش منها مع تونس مع ليبيا احنا جزائريين ان شاء الله نجينا نوصل لافريك تولي كاع خاوة نولو كاع خاوة في لافريك احنا خاوة ما كاش هما فرقونا وطني وطني ما يفرقونا هما فرقونا احنا خاوة احنا خاوة لغة واحدة دين واحد احنا ما كاش يفرقنا في بلاجيع المغرب العربي كاع ان شاء الله نولو سانتيا كبيرة كيما روروك ولا خمر روروك ان شاء الله نقول كلمة أخرى. تفضل. Je ne veux ni de ce noir ni de ce pouvoir. Bien parlé. شكرا. تحب تقول حاجة؟ نتمنى إن شاء الله البلاد هذه تسقم إن شاء الله وهذا الكوار يروح يبعدنا هذا ممكن. إن شاء الله نتمنى إن شاء الله بلادنا تكون دولة ديمقراطية إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله أبو من رمضان إن شاء الله يطير تحية الجزائر. بعد العسر اليسرى تونس تحيا المغرب تحيا المغرب العربي تحيا الجزائر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله et leur dire que même si nous on est de ce côté-là de la Méditerranée et quand l'Algérie elle va pas bien, on a nous aussi dans nos cœurs. Donc la seule chose qu'on a envie c'est que l'Algérie elle devienne forte et moderne et aujourd'hui c'est l'occasion parce que je pense qu'on n'en aura pas d'autre. Il faut rester mobilisé, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas écouter les politiques qui nous disent que ça va être comme la Syrie ou comme l'Irak, etc. Je pense que nous, Algériens, on a été vaccinés contre le chaos. Ça fait depuis plus de 40 ans, on est dans le chaos, donc on a pris l'habitude de vivre comme ça et de grandir avec ça. Même si nous, ici, en tant qu'Algériens expatriés en France, on est Algériens, on aime notre pays et on espère, Inch'Allah, retourner dans notre pays là-bas et vivre dans la karama. Parce qu'ici, on est toujours bas, même si on est depuis des années, même si on peut être de la société française, on reste Algérien, Algérien. Et voilà. مت غادو فاطنين ما تحبسوش زيدوا ان شاء الله وان شاء الله النصر تاع ربي يجي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بابا الجري لا راكم كالبينا ماشي كيما هاك الاعلام يطلع لهاك قدرات هاك الاعلام تطلع تهبط تطلع تهبط المهم الاخوان احنا على المباشر رانا في الساحه نتاع الكابيتول في المدينه نتاع تولوز وكما راكم تشوفوا هادو الاخوه تجمعوا دون تنظيم يعني راهم جو فقط على جال باش يحضروا ان شاء الله ربما مع الاخوه نحاولوا هو انه بالك ربما نشوفوا كاش مجموعه من الاخوه هكذا حتى باش ان شاء الله ننظموا ربما ارواحنا وربما نديروا في المستقبل القريب نديروا ربما يكون تجمع اللي يحضروا الجزائر لانه ربما اعتقد Two, three!
كنا صالح يا صالح السلام عليكم السلام وانت خو نرد هنا هدرنا كلمة تاعك خويا شبعت انا هدرنا هدرنا نضحكك معاك السلام عليكم راك مع الاخ خويا نردان ما كانش اللي فيش طوس يا جماعه ليش انا عندي 18 سنه ما روحش للبلاد قادر واحد ربي يردك ان شاء الله على خير وعافيه رب العالمين يا ربي شحال 18 سنه اما اكوز نتاع هذا النظام اللي هو قسم الجزائر وخلاها عند عصابه اللي هما ينهبوا في الاموال تاع الشعب واللي هما ينهبوا في الخيرات نتاع الشعب وليس من الان كاين الناس اللي الان انا راني نسمع فيهم سواء على المواقع نتاع التواصل او من خلال القنوات الفضائيه حابين هما يروجوا لهذه المساله نتاع فقط العهده الخامسه احنا ماناش فقط ضد العهده الخامسه لاننا نعتبر من انه بوتفليقه ميت وبوتفليقه ميت ليس من الان بوتفليقه ميت منذ سنوات بوتفليقة يوم أن دخل السجن سنة 2005 منذ ذلك الحين والمجموعة اللي معاه خوس سعيد والمجموعة اللي دايرين به بالاتفاق مع قيادة نتاع الجيش هما اللي كانوا يسيروا في البلاد هو فقط يجيبوه أمام وسائل الإعلام على جال باش يسوقوا صورة قال باللي هاو الرئيس هاو استقبل وهاو الرئيس هاو شرب قهوة وهو الرئيس هو ناغ هو الرئيس هو قعد هو الرئيس هو ضحك الجزائر اللي فيها آلاف من الإطارات فيها آلاف من الباحثين فيها آلاف من الكوادر في الداخل وفي الخارج يمثلها واحد مقعد مشلول على كرسي والعيب موش في المرض لأننا كلنا قادرين نتعرضوا للمرض كاينين الناس اللي هما زادوا مشلولين المرض مش عيب ولكن هذه الصورة التي تسوق للعالم صاروا الناس يضحكوا صاروا الناس يقولوا شوفوا الجزائر قبلة الثوار الجزائر قبلة الأحرار ردوها قبلة نتاع الأشرار ردوها القبلة نتاع الكلوشار لذلك الإخوة والأخوات ما لازمش الناس تركز على هذه المسألة نتاع العهدة الخامسة هذه خلاص اغسلوا فمكم منها نحن نريد تغيير النظام تغيير جذري لأن المشاكل هذه اللي الآن راه مورثوها هذه المشاكل ما بدتش من الآن المشاكل راه بدات قبل الثورة لما صار فيه صراع داخل الحزب نتاع الشعب ومنذ ذلك الحين وهذه الصراعات الآن صارت تورث الأجيال المشكلة هذه نتاع القبائل لم تنشأ الآن مع الحكومة نتاع فرحات مهني وإنما هذا الصراع نتاع العربي القبائلي كان موجود منذ أثناء الثورة
والمشكله هذه نتاع بني مزاب ايضا هذ الناس اللي راهم هما يطالبوا باعتماد المذهب الاباضي نفس الشيء. هذه المساله هي لم تبدا الان. لذلك هناك مشاكل كثيره في الجزائر، كاين المشكل تاع البطاله، كاين المشكل تاع العنوسه، كاين المشكل تاع الحركه وابناء الحركه، كاين مشاكل كثيره موجوده في الجزائر. الاسره الجزائريه انضربت في الصميم خاصه اثناء تاع الفتره هذه اللي مرت فيها الجزائر، حيث وانه دخلوا الصراع داخل الاسره وصارت الاسره هذا هو مع الفيس وهو هذا مع الافافاس وهذا ملحد وهذا يصلي، دخلوا الصراع داخل الاسره بالعمله بالدوفيس دخلوه داخل الاسره. والاسره الجزائريه الان احنا حتى باش ما نحصروش المشاكل تاعنا فقط في النظام، هناك مشاكل داخل الاسره حول الميراث، صاروا الاخوه يروحوا للمحكمه من اجل شيء تافه. بكري كانوا جماعه يروحوا هما يحلوا المشكله، الان صارت الناس تروح للقضاء، واحد راه مطلق مع امراه يروحوا للقضاء، واحد عنده مشكله في تاع الميراث يروحوا للقضاء، جار مع جار ما يتكلمش معاه على اتفه الامور يروحوا للقضاء. بالتالي هناك مشاكل كثيره موجوده في الجزائر. اذا حبينا على جال باش نعالجوا كل هذه المشاكل، الجمهوريه الجزائريه لم تؤسس على اساس صحيح. صحيح ناس داروا الثوره، صحيح ناس تعبوا، صحيح ناس سهروا، صحيح ناس دفعوا الدماء تاعهم، ولكن لم تؤسس الجمهوريه على اساس صحيح. نتفهموا بعض الاشياء نتفهموها، لانه الناس هذو ما خلقوش هما مع السلطه، ما خلقوش هما على جنب باش يجيو هما رؤساء، هما افراد من الشعب، ناس زواوله وناس مرحيين، ناس مطحونين. المهم هذ الناس اللي هما استشهدوا ربي يرحمهم جميعا، والناس اللي جاهدوا وما خانوش الثوره ربي ان شاء الله، الانسان اللي مات ربي يرحمه واللي ما زال ربي ان شاء الله يطول عمره. ولكن الى متى؟ الى متى؟ هذا بوتفليقه انا لما جيت لقيت شراك، ومن بعد جاء ساركوزي، ومن بعد جاء فرانسوا هولوند، والان رانا مع ماكرون. بوتفليقه راهو حضر البوش وحضر الكلينتون وحضر الناس ما قبلوا، الى متى؟ احنا نحوسوا على جل باش يكون هناك تغيير حقيقي، نحوسوا على بناء نتاع جمهورية جزائرية جديدة. هذه الجمهورية الجزائرية الجديدة التي لا تؤمن بالإقصاء. كنا خاوة، كنا جزائريين عرب وقبائل وشوية، كلنا نلتقيو على جال باش نتحاوروا حول المستقبل تاع الأجيال. ما لازمش الناس تفكر في رواحها، ما لازمش الناس تفكر. قال واحد راهو يحوس على البوفوار، يحوس على روحه، والله يحوس على التموقع، يدخل قال يدير سيلفي وقال هذاك السيد هاو طلع مجاهد. ما هو الفرق بينك وبين الناس اللي هما التحقوا في اخر لحظه بالثوره؟ وش هو الفرق بينك وبينهم؟ فكر حتى فرق. هذوك على الاقل ربما راهم جراو وهبطوا، واحد يدير لك سيلفي ولا يدير لك صوره يقطع لك مجاهد. احنا نحوسوا على جال باش الناس تفكر بالاجيال، ما لازمش هذه الاحقاد وهذا الضغائن تتورف لاولادنا ولولاد اولادنا. نحوسوا على جال باش تكون هناك جزائر جديدة، بحيث هو أن الجزائريين يحتضنوا بعضهم البعض. عندنا الجزائر فيها الثراء، فيها التقاليد، فيها التاريخ، فيها مناظر طبيعية اللي مش موجودة في العالم. حابين الجزائر تصير قبلة للسياحة، قبلة للعلوم، قبلة للمعرفة، قبلة للأخوة، قبلة للتسامح. أتمنى هو أن الرسالة مرت، هذه الفرصة أتمنى هو أنها تكون بداية نحو عهد جديد، حيث هو أنه نلتقيو نتشاوروا قبل ما نروح احنا نديروا لقاء وقبل ما نروح احنا نديروا تجمع. اليوم أعتبر هذا اللقاء هو نواة العهد الجديد. إذا كان إخوة تحبوا على جال باش نواصلوا هذه المسيرة، النضال ماهوش نتاع نهار. اللي راهو يعتقد من أن النظام راهو سقط، هذا راه ما عنده حتى علاقة بالسياسة. النظام راهو حاكم وراهو حاكم بالجيش. ما دام القوه نتاع الجيش والامن والشرطه والمخابرات ما دامها ماهيش منحازه للشعب، التغيير ما يكونش في البلاد. هذا الناس مستعدين
كما قتلوا في التسعينات مستعدين على جال باش يزيدوا يعاودوا يقتلوا. والناس اللي هما كانوا في الجماعات المسلحة منهم اللي ربما راهو تعف، ولكن فيه ناس قادرين نفس الشيء قادرين يزيدوا يعاودوا يخلطوا الجزائر من جديد. لأنه في ظل هذا الظلم، في ظل الإقصاء، في ظل التهميش، الجزائر راها مقبلة على يعني أيام الله يستر. احنا نحوسوا على جال باش هذ الاخوه اللي راهم موجودين في الجيش. الشعب الجزائري راهو يحوس يعيش عزيز مكرم. كيفاش يا خويا انت هذه الجزائر في 2019 يروح الرئيس يداوي في الخارج؟ لما جزائريين راهم ربما يطلبوا على جال باش هما يلقاو واحد يسلك له الاوردونونس تاعو ما يقدرش باش يشري الدواء؟ جزائريين راهم على المواقع سواء في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ولا في مواقع واحده اخرى يطلبوا على جال باش يروحوا يديروا عمليات جراحيه. لما تشوف انت الجزائر في 2019 الرئيس بوتفليقه يروح يداوي في جنيف، يداوي في فاردوغراس، يداوي في غرونوبل، فيما كل مره نسمعوا قال هاو الجنرال الفلاني او مات في فرنسا، الجنرال الفلاني او مات في سويسرا، الجنرال الفلاني او مات في بلجيكا. وين راه هذه المليارات؟ هاد الناس اللي الان راهم يحثونا الجزائر من انها راه عندها اموال وراها سلكت الديون تاعها، وين راه هذه الاموال؟ وين راها؟ وين راه هذه الاموال والشباب يخرجوا على الزوارق هذيك نتاع الموت، يخرجوا يهربوا من هذه الجنه اللي درتوها في الجزائر؟ جزائريين وجزائريات صرنا نشوفوا في النساء الحمل، صرنا نشوفوا في الاطفال البراءه خرجوا على قوارب نتاع الموت. الم تكفيكم هذه الدماء اللي سالت؟ الم تكفيكم هذه الحوامل التي بقرت البطون تاعها؟ الم تكفيكم هذه الدماء اللي سالت في الجزائر؟ الم تكفيكم هذه الاموال التي اتلفت؟ وين راكم رايحين بالجزائر؟ المهم الاخوه والاخوات، اتمنى هو انه الرساله راها وصلتكم. نتمنى هو انه نواصلوا على جال باش نبنيو جزائر جديده معا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله تفيق على بالكم باللي الجاليه عليكم. هذه 20 يوم هدرنا كنا قرعوا الجاليه، اليوم تجي واحد 3000 4000. ثانيا المشكله تاع اليوم هي تاع الكومينيكاسيون والاتصالات، ما كانش حاجه بورتون هضرنا، ما كانش وحدين اللي داروا لي تراكت، ما كانش وحدين اللي داروا البوبليسيتي، ما عندناش اون باج تمشى الجمعيات راهم اللي يديروهم يجمدوهم صرا فيهم مشاكل. المشاكل في الجمعيات ما كانش جمعيه اللي كاينه. شوف كاينه اون باج ولا راديو ولا ناس، كاينه اون باج فيها مليون مشترك موجوده، ما تعرفوهاش لانكم انتم ما كنتمش تبعوا كل الناس اللي راهم يتابعوا. كل الناس اللي راهم يتابعوا في الشأن الجزائري مش في المناسبات. واو راني بالمعنى كلهم على بالهم بلاباج يعرفوها. المهم احنا رانا اليوم ضد لاباج واسمها المصالحه الجزائريه، ضد العهده الخامسه، واولا رانا من اجل امور الاصلاحات ومن اجل هذا ما نزيدوش الناس على راهي هنايا وشو الناس خرجت باسكو الناس ماهيش بيتزيد فاني 5 سنين تاع عذاب. وهنا الاكثريه تاع الناس كاع عندهم والديهم، عندهم كاين اللي عندهم خاوتهم، كل واحد في البلاد، والمشكل الناس مازال ما رياليزاتش لا جرافيتي تاع العهده الخامسه، كاين اللي حاسبينها زعاقه، الناس ماهيش باغيه تعاود تعذب، والاكثريه كاين اللي باغي ولادهم، والناس كاع راه عندهم حلم هنايا غدوه ان شاء الله يدخلوا للبلاد. هذه حياه مليحه بيعيشوا غايه، كاين اللي كرهوا منا، كاين ناس كبار كاين اللي كرهوا من الغربه. فوالا المهم حنا رانا ضد ورانا مع تاع الاصلاحات اكثريه تاع الصحه وما ادراك من الصحه لا سونتي بور توس، العداله، الصحه والضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي باسكو الناس فين تعاني في البلاد. السلام عليكم تحيه الجزائر. De leur plein gré ou par la force s'il le faut. On ne lâchera pas. Non, on ne lâchera pas. Mais la pacifiquement, bien sûr.
باسيفيكومون بيان لازمش نعطيوهم الفرصه. المهم الاخوه الصفحه واسمها المصالحه الجزائريه لا ريكونسيلياسيون الجيريان وراهو فيها تاع واسمو تحبوا راها فرصه. اسمحوا لي اسمحوا لي لا راه عندنا هذه دراسه بروفيسيونيل اصبر اصبر على بالهم شي لازم على بالهم ماشي على بالهم مش كاين على بالهم اسمع معليش معليش غير بالعافيه نعم انا في الباص الاخوه اسمحوا اسمحوا ما لازمش الاخوه راهم يتبعوا فينا يا الاخوه لازمنا نسمعوا بعضنا لازمنا نسمعوا بعضنا لما واحد يكون يتكلم الاخوه الاخرين يسمعوا حتى باش الاخوه اللي راهم يتبعوا فينا في الجزائر يفهموا واش رانا نقولوا لما تكون الناس تتكلم مع بعضها واحد ما يفهم سايتي جي كون جو هنايا لي ديماج ومن بعد اصبر اصبر شويه الصحافه تضربوا التصويره فيها بانوا بلي جاو رشيد الفاصلاميري بالعلماوات يضربوا التصويره كاع بلي كيبغيو يصنعوها هما مليحه ساعدنا يسموا كاع تشوفوا ساعدنا باش لو مونتي يشوف قدموا غاديك عند كاينه نحسبوا نقابلوا فكره لا اسمح لي نبعدوا على الاعلام تاع فرنسا لان راح يستغلوه رانا في لا جيو منا في الفاصل الهدف تاعنا لا بريسيون تاعنا الهدف تاعنا باش تكون هكذا على جال باش نبعدوا على الاعلام لانه راح يستغلوه من هنا هكذا والله من هنا هكذا اليوم مش كاين اليوم على بالك هضر معنا دروك قال ما تجوش منا قلنا ما تجوش منا قلنا نقعدوا هنا 10 ورا كاش اوتوريزاسيون لا ما ناش رايحين احنا غير هنا لا عندها اوتوريزاسيون هضر عندها اوتوريزاسيون ما كاش ما عندناش اوتوريزاسيون اسمع احنا قادرين نديرو اوتوريزاسيون عندنا واسمو لاغريمون خلينا انا اللي باش نتحركوا مع باش شكون مانيش من النوع اللي يتبع برك مرضي تما استنى ماشي متولوس سي اسكن لا انا تبعتك في الراديو الوطني خلي تقول هذا اصبر شوف نديرو لها واسمو هكذا جمهورية ماشي مملكة
جمهورية ماشي مملكة، 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 جمهورية ماشي مملكة. ليتو البلاد يا سراقين، 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 ليتو البلاد يا سراقين. في ساعة الزمرة الخامسة هذه يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء، يفكروا شوف شوف بلاصتو.
هذا الشعب ما هوش فرحان ويحيى يا الجيعان، هذا الشعب ما هوش فرحان ويحيى يا الجيعان، هذا الشعب ما هوش فرحان ويحيى يا الجيعان، هذا الشعب ما هوش فرحان ويحيى يا الجيعان. من أجلك يا من أجلك يا يا وطني غير الأمجاد تحيينا نزول الماضي الأخوات، أتمنى هو أن نرى الرسالة وصلت. والدماء الزكيات الطاهرات والحمام النازلات الماحقات والدماء الزكيات الطاهرات والبيوت اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن ظلمك حياتنا وممات من حكم الإصابات بركات من حكم الإصابات 20 عام هاي غير ما مكان والو من حكم الإصابات 10 سنين إلهاب وعشرين سنة بوتفليقة بركات يا وليد واش ما تحب تقول حاجه هذو من تاع الصح هذو من تاع المستقبل ايوا قريبيا زيد عاودها عاودوها معاها بالوليد 1 2 3 في الجزائر ساكن والو ما عندهم حتى حاجه
من الصغار تاكل حتى الجيل الرابع الحق على كنت بنيته احنا الجيل الزاوج والنور قال حقنا احنا واش كمل المهم على المهم الاخوه اذا تحبوا نلتقيوا شوفوا وش هو النهار اللي ساعدكم تحبوا نديروا نهار الحد الجاي ما تشوفوش لها نديروها بالسبت بالك خير لا لا اوكي كاين ماتش السبت كاين ماتش اوكي يساعدكم الحد 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 ما لا نحتاج مجموعه باش نحكيو في الموضوع باسكو لازم فيه تنظيم ما نقدرش نجيو غير هكذا برك شما كاينين فيه جماعه يجيبوا لنا ميكروفون مع واسمو بارلور وعندنا عندنا واسمو عندنا اون اورغانيزاسيون باش نروحوا لا بريفيكتور نديروا اوتوريزاسيون باش ما نعطيلهمش فرصه على جال باش يسمو وثاني نتفقوا حول الشعارات فهمت الشعارات اللي تهزوا ما يجينا واحد دوك مثلا عنده شعار تاع عنصريه ولا كذا يجي يدخل فيه يسمو في اطار وطني علام واحد علام تاع الجزائر وكلمة واحدة علام واحد تاع الجزائر وكلمة واحدة وكلمة واحدة فهمت كلمة واحدة من بعد اللي يحب يتكلم ما عندنا حتى مشكلة يتكلم بالأمازيغية أو يتكلم بالفرنسية أو بالإنجليزية راه حر يتكلم كيما يحب مام لي زوتر بيي كوم لا تونسي درك شت وحدة دار العلم تاع تاعي ما فيش مشكل ما عندناش مشكلة يجيو خاوتنا معنا المغاربة ولا تونس بالعكس بالفرح بالسرور الله كافي قدرة واحدة موريتانيا ليبيا ما كان حتى مشكلة يجيو مرحبا بهم ما عندناش مشكلة احنا مسلمين ما عندناش عنصرية ما عندناش حتى مشكلة الجزائر خاطينا العنصرية احنا النظام هو اللي خلق هذه المشاكل وشكرا على اللي راهم هنا ولازم تحافظوا ايضا على الابتسامة ابتسامة ابتسامة هادو كرامي شروف البيت الحاضر يعلم الغايب الناس بكريش يقول لك الحاضر يعلم الغايب صحيح الحاضر يعلم الغايب والملتقى على الصفحة رانيك شما حاجة والله ديك ندير نداء الصفحة كيسموها اسمها المصالحة الجزائرية المصالحة الجزائرية صفحة المصالحة الجزائرية ما عندنا حتى علاقة بالنظام انا راني لاجئ عندي 18 سنه ما شفتش البلاد مات والدي ما حضرت لهم الله يرحمهم فهمت ما عندنا ما نتابعش النظام ولا الاحزاب عطينا ما تكش الاحزاب ولا النظام هذا ما شاء الله منفي وعندي كتاب كتاب راه رايح يخرج ان شاء الله في الايام نعم كتاب حول الجمهوريه الجديده الجزائر هو جمهوريه جديده منزلش على الانترنت لا لا من بعد هذا جايبينه فالطيارة الدوسيال جايبينه واحد الشعب الجزائري أنا من برج أنا ما كان والدي ما كان خبب الله يرضى عليهم خويا أخو جزائري أه يشبالي الشغل اللي ما وراه في البلاد نورمال ما نبلش بيهم ما وراه في البلاد نورمال ما نبلش بيهم تتحرر ندوك معانا ندوك معانا في البابور إن شاء الله يا رب هو باسبور ما عنديش باسبور جزائري الكونسيلا تحبوا نروحوا الكونسيلا مع بعض عندي 18 سنة طلبت باش ندير جواز سفر ما عطاوه ليش مازالهم ينتظروا على جال باش الجماعة تاع الدياراس يعطيو لهم لوطوريزاسيون كيما العربي زيتون كيما العربي زيتون 18 سنة صمت يا لب القبيع ونجيبوه لك بذرع ماشي بذرع ماشي بذرع دو بروبليم لا سوليسيون دو بروبليم لا سوليسيون يا او يحيى بغيتو يسمعني ويشوفني يا او يحيى انا قلت جوع جوع كلبك يتبعك راه ظهر للعالم كاع كومبلي اللي انت هو الكلب والشعب هو السيد المهم الاخوه اذا كان فيه مجموعه نتلاقاو فيك شي بلاصه لهنا درك
على جال باش شكون اللي راه مستعد على جال باش نلتقيو درك الان 10 12 من الناس بزاف. شوفوا كيفاش نديرو باش نروحوا لا بريفيكتور ندوموا نديو اوتوريزاسيون. انا جامي درت مانيفيستاسيون صح اللي مانيفيستاسيون هادو انا شبعت منهم. الان احنا نحوسوا على جال باش نلقاو مخرج حلول. محتاجين الافكار محتاجين الحلول باسكو العياط هذا تعيط تعيط تبعهم من بعد تروح تروح لدارك ما عندها حتى معنى. احنا الان نحوسوا اولا ديجا الاجتماع هذا ديجا حاجه مليحه جزائريين نلتقيو وما يبقاش النضال تاعنا هذا فقط اليوم ومن بعد نتفرقوا. نديروا من بعد سيدي نديروا لقاءات قال مثلا نديروا باربيكيو تلاقاو في مثلا في واسمو مش بالضروره احنا نديرو نتلاقاونا في كابيتول نديرو باربيكيو مع بعضنا. قال يجي عرس نديرو واسمو مع بعضنا. غدوه واحد قال مثلا نموت نعاونوه نتعاونو مع بعضنا. لا لي زالجيريان تاع تولوز واقفين مع الميتين تاعهم دائما صح. ماذا بينا؟ حاجة بينا بارك الله نوردين نوردين حاجة مشكلة ما كيقصدونا هذا تاع الانسان اللي يموت نورمالمون القنصلية هي اللي تكفل بها. هاودي النظام نورمالمون اسمح لي اسمح لي احنا دوكا رانا نحوسوا النظام هذا يروح. لا سي نورمال بالتالي ما تروحليش انت في التفاصيل هذيك. احنا دوكا نحوسوا لما احنا نبنيو جزائر جديدة فيما بعد اللي راهو الكونسيلا من بعد يدفع عليك ماشي تروح انت يا تحس في روحك راك في الدوله نتاع 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 تولي تاعك. هاك تشوف هنا في لاليب هاك تشوف هنا كله كان راك انت دوكا في تولي الكونسيل واش يديروا تولي في وراها لوتوريزاسيون يولي راك مع الدوله نتاع احتلال. انا هنا في فرنسا انا نتكلموا لي راكم تتكلموا لي كاش واحد هاي وري اللي ترى كاش واحد جابوا لي شي هضره هنا معاه انا على اون ديريكت واش خويا الناس راهم يسمعوا. لا بصح هنايا فلي عندنا بون كونسيل كمان لا يا بون كونسيل بون كونسيل ما شاء الله ما عندكش كاس تولوز مشي بلا الباب مشي بلا الباب وي هل جا من كاس جوج ليمو ولا الباب انا شفت انا شفت انا نقول لك عندنا جماعه تاع الكاس موسكات من فضلكم لما واحد يكون يتكلم باش نسمعوا بعضنا. راه الاخوه راهم يسمعوا ما يسمعوا والو خليونا نسمعوا بعضنا واحد يتكلم الاخرين يسمعوا. ديمونش تو الموند يتخافاي ولا تو الموند يسون مارشي. Alors, c'est mieux le samedi se regrouper ici dans la place capitale à 10h. المهم الاخوه اللي يتطوعوا على جال باش نلتقيو من بعد ان شاء الله. لا 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 ما فيش مشكله لا من بعد بعد احنا نسقوا مع بعضنا نسقوا مع بعضنا يكون الارقام لها سبيل ان شاء الله راكم سمعتوا بعض النداءات هكذا نتاع العصيان المدني سمعتوها دايرينها العصيان المدني. المهم سمحوا لي سمحوا لي خاطر كاين بعض من الناس اللي هما ربما ما يفهموش السياسه ما عندهمش حتى علاقه بالسياسه ما يعرفوا النظام ما يعرفوا الالاعيب تاعو يسقطوهم في الفخ. العصيان المدني الاخوه راه عنده التكلفه وايضا الان حنا دوكا لما نتناقشوا مع بعضنا قبل ما نديروا ديسيزيون ماشي كيما انا ندير ديسيزيون نقول لكم تبعوني. حنا نتناقشوا مع بعضنا نتشاوروا مع بعضنا قال شحال وش هو النهار اللي يساعدكم نتناقشوا مع بعضنا قبل ما نديروا لا ديسيزيون شي هي الساعه اللي تساعدكم
ونتفاهموا على حاجه اللي تخدم البلاد. يجي واحد يدخل في وسطنا ويحب هو يشوش يعطي اون ايماج قال له سي محمد لا بعد منه. حنا الحوزون مدوا ايماج مليحه على الجزائريين اللي راهم عايشين، رانا ناس متحضرين، رانا ناس متربيين، رانا ناس مثقفين. ماشي يجي يدخل واحد في وسطنا من بعد يمد ايماج واحد اخرى. راكم تعرفوا لابريس، تعرفوا لي زيتيكات، ما نعطيهمش حنا الفرصه. حنا نطلبوا من الاخوه اللي راهم في الجزائر، خاطر القضيه المساله هذه نتاع العصيان المدني هذه اولا راها راح تقسم الشعب، واحد راهو كونتر واحد بور، راح تقسموا. حنا كنا ماذا بينا على جال باش نزيدوا في هذا الاطار هذا نتاع ما يهمناش، ما لازمش النضال هذا يكون مستمر، يكون مره في الاسبوع باش الناس ما تعياش ما تتعبش، وما لازمش ندخلوا في مواجهه مع الشرطه والجيش. هذو راهم ابناء شعب، والمخابرات راهم ابناء شعب، مهما كان الامر كاين ناس فاسدين وسمين، ولكن حنا ما لازمناش ندخلوا معاهم. دوك حنا لما يكون هناك نضال كاين ناس اللي راهم من بعد يلتحقوا بالولايه بالبلديه احزاب، يجي يشارك بصح ما تزعمش. اروح خطر هذه الجزائر تاعنا كل اروح نتلاقاو مع بعضنا البعض، من بعد تولي تفرض امر واقع. غدوه من بعد كي يكون هناك حراك ويكونوا ناس منظمين، قال هنا في تولوز مجموعه، في باريس مجموعه، في ليل مجموعه، في مارسي مجموعه، في معلبيش هنا في نونت مجموعه، والهيه في الجزائر نفس الشيء، في الولايات في البلديات غدوه كي يكون تنظيم محكم والناس راح تحوس على بناء جزائر جديده. هذه كما كنا نحكيو الان الاولاد لا ماشي لينا احنا، احنا فتترن احنا حوسوا على اولادنا. من بعد غدوه هذا الناس اللي راهم درك هما يروحوا غدوه يتفاوضوا قال مع القياده نتاع الجيش، يتفاوضوا مع الحكومه، يتفاوضوا يلقاو مخرج. بصح درك الان ما كانش ناس اللي راهم يمثلوا، ما كانش الشعب هو اللي يمثل. والله اي بصح الشعب هذا شكون؟ ان شاء الله يدير شكون؟ لازم تكون فيه وسمو وتكون من بث قام الشعب، تكون من بث قام الشعب، خاطر الاحزاب السياسيه، الاحزاب السياسيه هذو والسلطه هذو الواحد يغسل لي سي تلميني سي تلميني ديبوزيسيون اللي هذا الشعب ديموندي لها العهده الخامسه ونحي له سيستم وبعد هذيك ان شاء الله حوسوا. دوك احنا ماذا بينا باش ياجلوا الانتخابات، خاطر كاين الناس اللي راهم كيطالبوا تاع تطبيق الماده 102 من الدستور، هذه خدمه نتاعهم. من بعد غدوه هما يوجدوا واحد اخر تبقى تصافي في الدستور، هذه تاع الدستور ما طبقناهمش على 102. ايوا الدستور من مبدا واحد، الدستور قال انا ماشي راني مستعرفين به، هذا هو البرنسيب. حنا الدستور ما كاش كل مومون، ما كان ني ايطان ني دستور. انا ندير ميساج للكونسي كونستيتيسيونيل، نعم لا الشيطان لو 13 دو موا بروشان دو 13 بروشان لا الشيطان يا قضاة الجزائر، خمو مليح شنو ديروا. يفو بيان بونسي باسكو لا ديسيزيون راهي عندكم، وزير العدل ولا كونسي كونستيتيسيونيل. مشكلة رئيسة كبيرة، سيد مريض وجاب سيرتيفيكا ميديكال ما على باليش مين، واحد يقول لك ميدسان ألجيريان، واحد يقول لك ميدسان سويس، سيد راه مريض راه سويس وصارت عندنا صاي مريض، كاع المرضوا كاع مريض وكاع الموتوا وكاع الاخر وصح صاي دركا بوتيتر إيزون بخي لو يديروا مارش أغيار ما يديروش مارش أغيار. قالوا شو راه يخلطها قالوا خلاص هيا ديماش بروش ان شاء الله يا الخوان لازم تكونوا واقفين. إيه احنا لازم نتفاهموا قبل، انا مانيش حاب ناخذ لا ديسيزيون، لازم نتفاهموا مع بعضنا تفاهموا. انا محتاج 10 ولا 12 من الناس يكونوا متطوعين على جال باش ننظموا مع بعضنا غدوه. قال الكلمه كذا نتفاهموا على الشعارات نتفاهموا على كذا، ولا تحبوا نخليوها ليبر من بعد كاين حوايج اللي فوتوها. لا على بالي على بالي. انا كيما ديموش اللي فات ما كانش على بالي، ما جيت انا جيت فات غدي، كي جيت هنا قلت
Dimanche, tout le monde. Dimanche, il y avait beaucoup de monde.